احكي لي يوم كده في حياتك وانت بتذاكري يا رغده، يعني بتصحي الصبح الساعه كام وتعملي، احكي لي كده يوم. انا مثلا كنت بصحى على نعم كنت بصحى مثلا على الساعه 5 الصبح مثلا، اصلي وبعد كده اقرا قران. اتفضلي يا رغده احنا سامعينك، اتفضلي. اصلي واحفظ قران وبعد كده اقرا شويه، وبعد كده ممكن اقوم افطر، وبعدين ابدا مذاكرتي بقى، كانت هتستمر مثلا 3 ساعات متواصله، وبعدين افصل شويه راحه، اشوف دروسي اللي لو كنت هروحها، وبعد كده اجي اكمل مذاكرتي وهكذا. رغده كنت بتاخدي دروس؟ بأكيد. اكيد ما انت بتقولي لي ما كنتش بروح المدرسه، فاكيد هتاخدي دروس. كنت بتاخدي دروس في كام ماده؟ لا حضرتك انا كنت معتمده تقريبا على نفسي كليا، بس كنت برضو بروح درس واحد في كل ماده. لا درس واحد في كل ماده، مش فاهمه يعني ايه. يعني كنت نعم كنت يعني كان كل ماده درس واحد، كان في ناس غيري بتروح درسين وثلاثه، وانا ايام قالوا لي مش هينفعك درس واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا ماده العربي مثلا في ناس تاخد عند استاذين عربي؟ ده كتير، ده العادي. لا انا اصل انا ايامي ما كانش في كده بصراحه، يعني كنا بناخد عند استاذ واحد للي بياخد يعني. فانت في ناس يعني انا اول مره اسمع الموضوع ده، يعني في طلاب في ثانويه عامه بياخدوا مثلا عند استاذين فيزياء؟ لا ده كتير، ده العادي. اللي زيك قليل فعلا. لا انا واضح ان انا معلوماتي في الموضوع ده قديمه شويه. فكنت بتاخدي درس واحد في كل الدروس؟ فعلا كل المواد. هي 7 مواد اعتمدت على درس واحد في كل ماده، وبعد كده مع نفسي بقى. طيب شكرا ليكي يا رغده، انا ببارك لك الف مبروك، وطبعا ببارك لاهلك يعني سلامي وتحياتي لاهلك. اكيد اهلك كان ليهم دور كبير وقوي جدا في تفوقك، لانه يعني ما ينفعش يبقى في طالب متفوق من غير ما يكون عايش في جو اسري بيهيئ ليه كل اسباب هذا التفوق. هنرجع نكمل مع حضراتكم مع اوائل الثانويه العامه، عاوزين نشاركهم فرحتهم بس بعد